الأعظم صلى الله عليه وآله في الفيلم المسيء استندت إلى روايات في كتب المسلمين. أنا أشير لك إلى بعض هالروايات. في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كان يمص لسانها وهو صائم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي زار عبادة ابن الصامت فلم يجده في البيت، فدخل وجلس مع زوجته وأكل معها نبي وأكل معها، ثم وضع رأسه في حجرها لتفليه. ماذا في رأس قمل أو شيء؟ بعد وفي الصحيحين ما هو أدهى من ذلك، ما هو أدهى، أن النبي هجم على بني أخطب. زين، صفية بنت حي ابن شنو؟ ابن الأخطب. قتل النبي زوجها وأباها وتزوجها ودخل بها بعد يومين من قتل زوجها قبل أن يصل إلى المدينة. طيب ابن واحد يقرأ الرواية، شنو هالنبي هذا؟ شنو هالإنسان هذا؟ لا عنده رحمة، لا عنده ذوق، لا عنده خلق، كل شيء ما عنده. إنسان يقتل زوج امرأة ويتزوجها ويدخل بها قبل أن تنتهي العدة، شنو الإنسان؟ يعني أي مسلم يقبل بها الكلمات؟ أي مسلم أن هذا رجل سفاك، سفاح، لا يحمل خلقا، لا يحمل رحمة، لا يحمل ذوقا إنسانياً.